ودلوقتي بقى هنتكلم عن إدارة المدونة نفسها. إدارة المدونة نفسها عندنا 4 عمليات أساسية، هي إنشاء المدونة وتعديلها وإنشاء موضوع أو توبك جوه المدونة وتعديله. فهنبدأ بقى عملية عملية. كل العمليات اللي احنا هنعملها عبارة عن حاجتين هنشوف دلوقتي. هنبدأ عملية إنشاء مدونة، فهنعمل ملف. احنا بنخزن طبعا، احنا عارفين جوه زامب بنخزن في htdocs، نحط الملفات بتاعتنا. انا هعمل ملف اسمه create blog، ده المسؤول عن انشاء المدونه نفسها. طبعا انت هتعمل بقى ملف في كل العمليه، مفيش مشكله. عايز تعمل العمليات كلها في ملف واحد وبعد كده تستخدم الكويريز، مفيش مشكله. انا هحط كل عمليه في ملف مستقل عشان يبقى الكود واضح بس، وبعد كده نبقى نشوف ازاي نلعب مع العمليات، يعني ازاي نستخدم الكويريز بحيث نقدر ننتقل ما بين العمليات بسهوله. فانا عملت كده ايه، فايل اسمه كرييت بلوج. اي عمليه عباره عن حاجه واحده بس، نموذج وبعالجه بس. يبقى بنشئ نموذج ب HTML وبعد كده بعالجه ب PHP. طيب معالجه النموذج دي بعمل فيها ايه؟ اول حاجه بعمل فاليديشن للنموذج او فاليديشن للداتا اللي بتدخل عندي. تاني حاجه بعمل لها معالجه. تالت حاجه بخزنها جوه قاعده البيانات. يبقى انا عشان انشئ مدونه جديده بعمل نموذج، بعد كده بعمل له العمليات بتاعت البي اتش بي اللي هي فاليديشن، بعد كده المعالجه، بعد كده تخزين في قاعده البيانات. بعد كده بقى لما احب استعرض البلوج ديت او المدونه ديت، ما بعملش غير حاجه واحده بس، ان انا بستخرج الداتا ديت من قاعده البيانات وبعد كده ايه بعمل لها شويه عمليات بس. ادي كل البرمجه كده البي اتش بي. انت لو فهمت كلمتين دول انت بقيت محترف بي اتش بي، تمام؟ طيب نبدا مع بعض. احنا بنعمل الاكواد بتاعتنا، ده كده كود البدايه وكود النهايه. طيب بالنسبه لل HTML هنعمل فورم. فورم اهو، فورم اكشن. بنحتاج بس حاجتين، الاكشن والميثود. ادي الفورم. طيب بالنسبه للميثود، يا اما جيت يا اما بوست. طبعا لو انت مش عارف الفرق ما بينهم، الفرق ما بينهم مشروع في كورس HTML، لو انت مش عارف الفرق ما بينهم دايما استخدم بوست، تمام؟ استخدام جيت ده بيبقى لو انا عايز استخدم كويريز. طيب بالنسبه للاكشن، هي نفس الصفحه اللي انا هعالج فيها النموذج اللي هي الصفحه الحاليه، ودي بقى بكتبها بطرق كتير جدا. تعالوا كده نشوف الطرق بتاعتنا كلها. اول حاجه ان انا المفروض بحط المسار بتاع الصفحه. لو الصفحه دي هي نفس الصفحه اللي انا هعالج فيها النموذج، اللي هي نفس الفايل ده اللي هو كرييت بلوج دوت بي اتش بي، ممكن اسيبها فاضيه. يعني لو سبتها فاضيه كده ما كتبتش اي حاجه، معناها عالج النموذج في نفس الصفحه اللي انا بعالج فيها النموذج ده. لكن ده طبعا نوت ريكومندد، ده حاجه مش كويسه، لان ده خطا في HTML. صحيح هو في الاخر هيعرف مسار الفايل الحالي وهيعالج النموذج وكل حاجه هتمشي زي الفل، بس دي مشكله في HTML. كمان دي مشكله في الاداء بتاع الفايل بتاعي، لان هو هيحاول يستنتج الفايل الحالي وبعد كده يبدا يبعت النموذج للمسار بتاعي. لا، انا بكتب المسار بتاعي عشان ما ادلوش فرصه ان هو يستنتج. هو هيستنتج صح، بس هياخد وقت. الوقت ده بيبقى اسمه ريزولفنج تايم، ده مش كويس، انا بحاول اوفره طبعا. طيب الحاجه او الطريقه اللي بعد كده، ان انا بكتب اسم الصفحه بمنتهى البساطه blog.php، ودي طبعا برضو نوت ريكومندد. ليه مش مستحبه؟ لان احنا اتكلمنا في اول محاضره عن الابسولوت باث والريلاتيف باث، المسارات المطلقه والمسارات النسبيه. ده مسار نسبي، احنا ما بنستخدمش المسار النسبي نهائيا. المسار الريلاتيف باس ما بنستخدمهوش نهائيا، سواء في المسارات زي ما احنا بنعمل دلوقتي، او مثلا في السورس بتاع الصور، او في اللينكات بتاعت او الريفرنس بتاع اي لينك. ما بنتعاملش مع الريلاتيف باس نهائيا، بنتعامل بس مع الابسولوت باس. طيب الابسولوت باس ممكن اعمل كده شرطة مايلة. الشرطة المايلة دي معناها الروت بتاعي. بعد كده بكتب اسم الفولدر، بعد كده الفولدر الفرعي منه او السب فولدر، بعد كده المسار بتاع الفايل بتاعي. عشان الفايل بتاعي ده هو موجود اصلا في الروت، فانا يا دوبك بس بكتب اسم الفايل على طول. كمان الطريقة دي نوت ريكومندد، الطريقة دي غير مستحبة. ليه غير مستحبة؟ لان انا ما اديتلوش الدومين بتاعي، ولو ما اديتلوش الدومين بتاعي برضه هو هيستنتج الدومين، وبالتالي هياخد وقت شويه، وبالتالي المدونه بتاعتي او البرمجه بتاعتي هتبقى بطيئه. يبقى دي مش كويسه من ناحيه الاداء، تمام؟ تخيل بقى ان انت عندك كام مسار، وعندك كام صوره، وعندك كام لينك، وعندك حاجات كتير قوي. السيرفر بتاعك بيحاول يعمل ريزولفنج للمسار بتاعك،
وده بياخد وقت، وبالتالي انت بتخسر شوية وقت على ما بيعالج المسارات ديت، وبعد كده بيبدأ يعرض الكود بتاعك على اللي هو بتاع ال HTML بيبدأ يعرضه على البراوزر. تمام، برضو دي not recommended. طيب تعالوا نشوف، يبقى انا النوت ريكومندد بالنسبه لي ان انا ما كتبتش الدومين. طبعا انا هنا عشان في اللوكال هوست فبكتب الدومين بتاعي لوكال هوست كده بس. ده كده المسار كويس. المسار كويس ازاي؟ هو مش ريلاتيف، هو ابسوليوت. كمان انا كاتب الدومين عشان ما يعملش ريزولفنج. بس في مشكله برضو، حتى دي كمان نوت ريكومندد. ليه نوت ريكومندد؟ تخيل ان انا بعد ما اخلص برمجه السكريبت ده انا ما اعرفش الدومين اللي انا هشتغل فيه هيبقى ايه. ممكن مثلا انا بعمل سكريبت ده عشان انشره، يعني اي حد يعمل له داونلود ويبقى يستخدمه في الدومين بتاعه. ممكن كمان انا بعد شويه هرفعه في دومين معين، ممكن بعدين اقرر ان انا اغير اسم الموقع او اسم الدومين بتاعه، اغير او اقرر انقل السكريبت بتاعي. تخيل السكريبت بقى بيبقى جواه فولدرات كتير، والفولدرات دي جواها ملفات كتير، والملفات بقى كل ملف بيبقى جواه مسارات كتير، هتقعد بقى تغير اسم الدومين؟ لا، فانا بعمل بقى الطريقه الريكومندد ان انا بشيل الدومين بتاعي واقوم مستخدم باور اوف بي اتش بي، بستخدم الفاريبلز، بقوم حاطط فاريبل بالبي اتش بي او حاطط كده فاريبل واكتب اسم المسار بتاعي او اسم الدومين بتاعي. انا بكون مخزنه جوه بكون مخزنه او بستنتجه واخزنه بعد كده في فاريبل. طبعا انا بكون مخزنه مثلا في فايل او في قاعده بيانات او whatever، بخزنه فين. المهم ان انا في الاخر بعمل متغير، المتغير ده بيبقى الفاليو بتاعه هو قيمه الدومين. يبقى انا لما بحب اغير الدومين بتاعي مجرد بس بغير قيمه صغيره جدا في فايل بس، يعني فايل تكست فايل كده، بقول له ان الدومين بتاعي يبقى ده. تمام، طبعا حتى كمان الطريقة دي not recommended برضو، بس لازم نتكلم عن الفرق ما بين المتغيرات والثوابت او الفاريبلز والكونستانتس. تمام، بما اننا ما اتكلمناش عن الثوابت فخلينا احنا نعرف دلوقتي المتغيرات في PHP، استخدمناها كذا مرة قبل كده. فاحنا بنحط الدومين بتاعنا في متغير او بنحطه في ثابت، والافضل طبعا احنا نحطه في ثابت ونستخدمه بالطريقة اللي انا عاملها دي. طيب المتغير ده بقى بنجيبه منين؟ واحنا بنعمل ملف الانستوليشن كنا اتكلمنا، قلنا ان من احد اهميات ملف الانستوليشن ان احنا بنستنتج الدومين بتاعنا او بنخلي اليوزر يدهولنا او بنستنتجه بطريقه برمجيه. المهم ان احنا في الاخر بناخده بنخزنه جوه فايل بحيث نستخدمه براحتنا بعد كده. دلوقتي ده الاستخدام العملي، ليه احنا كنا بنستنتج اسم الدومين والروت باث عشان نستخدمه بالطريقه دي. طبعا لان احنا دلوقتي ما تعلمناش ازاي نقرا ملفات او ازاي نطلع قيمه من جوه ملف وازاي ننسبها بعد كده للمتغير او ننسبها لثابت، فخلينا نستخدم الطريقه اللي هي نوت ريكومندد ديت، ان احنا بنكتب بس اسم الملف، او ممكن حتى نشيل الكلام ده خالص مفيش مشكله، هنشيله خالص. احنا عارفين دلوقتي ان الكلام ده غلط، الكود هيتنفذ وكل حاجه، لكن من حيث الاداء مش مظبوط، من حيث ان ده يعتبر ريلاتيف باس برده مش مظبوط. فاحنا عرفنا الطريقه الصح ازاي، خلينا دلوقتي ايه نتجاوز الموضوع ده ونستخدم الطريقه اللي مش مظبوطه عشان نركز على الاهم، وبعد كده نرجع نتكلم بقى عن الموضوع ده بالتفصيل. طبعا اي فورم بيبقى ليه زرار فهنقول له انبوت طيب يساوي باتون نيم يساوي اي حاجه بقى اوكي وفاليو. ما تشغلش بالك ب الزرار بقى تعمله فاليو بيساوي ايه او نيم بيساوي اي حاجه دلوقتي، وبعدين يبقى حط التاتش بتاعك بقى، يعني اعمل الستايل، غير اسم الزرار لحاجه تكون جذابه شويه. نبدا طبعا نحط البيانات بتاعتنا دلوقتي. ايه البيانات اللي احنا هنحتاجها في بلوج؟ ممكن مثلا اسم البلوج ده اساسي، ممكن اباوت بلوج حاجه كده، اباوت يعني نبذه عن البلوج، فده هيبقى تكست اريا. طبعا ممكن صوره البلوج بس مش ممكن كحاجة بروفيشنال بقى اكتر عشان موضوع السيو اللي هو بيتكتب كده SEO اللي هو علاقة البروجكت بتاعنا بمحركات البحث. ممكن نزود بقى شوية فيلدز كمان زي الكي ووردز والحاجات ديت. اللي احنا هنعمله دلوقتي بيزكس هو نفسه اللي انت هتعمله بطريقة بروفيشنال، مفيش اي فرق نهائيا. حبيت تزود اي فيلدز كمان مفيش اي مشكلة. دلوقتي احنا هنتعلم 3 حاجات اساسية
هي الانبوت التكست العادي والتكست اريا، وكمان ازاي نعمل ابلود للصوره. اي حاجه تانية هتبقى اسهل من ده بكتير. عشان كده ايه، انا هحاول ابسط الكلام واجيب من الاخر، انا مش عايز اتكلم كتير ومش عايز بقى احط فيلدز كتير والكلام ده. طيب فهنعمل انبوت الاول، انبوت تايب يساوي تكست، نيم يساوي التايتل بتاعت البلوج، و مش محتاج فاليو، مش محتاج اي حاجه، كفايه كده. ممكن اديله بليس هولدر، يعني استفيد بالجديد بقى بي اتش بي، في اسف في اتش تي ام ال 5، اقول له بليس هولدر يساوي، واقول له ان ده التايتل بتاع المدونه بتاعتي. انا بحب دايما اقفل الاتش تي ام ال اتش تي ام ال تاجز ديت بطريقه الاكس ام ال او اكس اتش تي ام ال، اللي هي بيبقى فيه الشرطه المايله اللي في الاخر دي، هتلاقوه في كورس اتش تي ام ال، يعني هتعرف اكتر ايه الشرطه المايله اللي في الاخر ديت. لو حابب طبعا تعمل ليبل للكلام ده يبقى حاجه كويسه، لو مش حابب خلاص البليس هولدر بيقوم بالواجب، فهقول له ليبل واقول له ان ده التايتل. طبعا اقدر اتحكم بسي اس اس، هل الليبل ده هيبقى موجود جنب الانبوت ولا هيبقوا تحت بعض، يعني هل هيبقى مكتوب كده اول ما يعمل ريندر يعني الكلام ده، هيبقى مكتوب تايتل وبعدين جنب منه الانبوت بتاعي، ولا هيبقى كده وتحت منه الانبوت بتاعي. انا في الاتش تي ام ال ما بشغلش بالي بالموضوع ده، يعني مش لازم مثلا ان انا اجي تحت واقوم عامل كده اقول له انزل مسافه او كلام ده، ما بشغلش بالي بالكلام ده. بالسي اس اس ببدا اتحكم في ده. احنا هنتعلم حاجه اسمها ريسبونسيف ديزاين، ان انا ممكن لو الشاشه عندي كبيره، لو الموقع ده مفتوح على شاشه الكمبيوتر، ممكن اعمل الديزاين ده، واول ما يفتح على شاشه صغيره تكون مساحتها كنزه شويه او مساحتها صغيره شويه، ممكن اوتوماتيك كده يقلب على الديزاين ده. تمام، فمش هشغل بالي قوي الستايل بتاعي عامل ازاي. طيب هبدا بعد كده ادخل على الفيلد اللي بعد منه، هيبقى تكست اريا، يعني هيبقى مساحه كبيره شويه، اقول له تكست اريا وابدا اقول له نيم يساوي الاباوت بقى بتاعت المدونه. طبعا تقول له نيم، خلاص احنا قلنا نيم، ممكن تدي له بليس هولدر زي ما انت عايز، وممكن هنا تقوم قايل له ليبل برده بنفس الطريقه، مفيش مشكله. طيب عايزين بقى نفتري اكتر ونرفع صوره للمدونه ديت، فهقول له انبوت تايب يساوي فايل نيم يساوي ايمج او فوتو بس. طبعا هو بياخد بارامترز تانية زي مثلا نوع الملفات المسموح بيها، اقدر ان انا ادخله في بارامتر كمان هنا. هنتكلم طبعا عن رفع الملفات ده بالتفصيل الممل في محاضرة لوحدها مستقلة بذاتها، وازاي اتعامل مع الملفات ديت، وازاي اعمل تشيك على كل حاجة في الملف، هل الملف ده مظبوط، يعني هل اللي اترفعت دي صورة ولا برنامج ولا فيروس ولا ايه نظامها، السايز بتاع الصوره، المقاسات بتاع الصوره كمان اقدر اعمل لها ريسايز، اقدر احط لوجو مثلا بتاع الموقع على الصوره، اقدر اعمل اللي انا عايزه. هنتكلم طبعا عن الكلام ده بالتفصيل الممل، هيبقى في محاضره عن الابلودنج ومحاضره تانية عن الفوتو او الصور، مكتبه الجي ال في البي اتش بي، ممكن ازاي نتحكم في الصور. فدول محاضرتين الاثنين مع بعض هيخلوك ازاي تتعامل مع الفيلد ده بطريقه بروفيشنال جدا ان شاء الله. احنا دلوقتي طبعا ايه بناخد بس فكره عن كل حاجه، بحيث تبقى دماغنا فيها مجمعه افكار كويسه جدا عن الحاجات البرمجيه. خلاص انا مش محتاج حاجه تاني في النموذج ده، كفايه كده. اي حاجه تانية هتقابلنا نقدر نضيفها بمنتهى البساطه. احنا هنتعامل معانا نماذج كتير جدا، يعني طول ما احنا في الكورس ده كل حاجه هنعملها هنعمل فورم، فهنشبع نماذج. طيب دلوقتي بقى عايزين نعالج النموذج ده، فطبعا زي ما احنا عارفين هنقول له اف بوست اوكي، طبعا تقدر تقول له اف بوست اوكي او اف نوت امتي او بوست اوكي، او تقدر تقول له اف نوت او اف اس ست اللي بتكتب كده، يعني هل فعلا في بوست اوكي. ممكن ما تستخدمش كلمه اوكي خالص، تقول له لو في بوست اساسا على اساس ان هو ده الفورم الوحيد اللي عندي، اقول له لو في بوست ابدا اعالج النموذج ده. فابدا انا بقى ايه اعالج النموذج، هعمل فاليديشن، بعد كده اعمل معالجه للنموذج، بعد كده هدخل النموذج ده لقاعده البيانات. نيجي بقى للجزء الخاص بالبي اتش بي. تمام، طبعا ده الفورم اهو النموذج بتاعنا،
نيجي بقى للجزء بتاع البي اتش بي. طيب المفروض اول حاجه بنعملها في اي نموذج ان احنا بنعمل فاليديشن للنموذج او فاليديشن للداتا اللي هتدخل النموذج بتاعي. طبعا خطوه الفاليديشن اللي احنا مأجلينها عشان في شويه حاجات لازم ندرسها الاول، بعد كده هنعمل فاليديشن. زي مثلا نعمل فاليديشن بال HTML5 وبالجافا سكريبت وبال PHP، وكمان ازاي نتلاعب مع ظهور الاخطاء بال CSS وبالجافا سكريبت برضو. ممكن نعمل فاليديشن كمان بالتعاون مع اجاكس، يعني نستفيد بقوة الاجاكس عشان نعمل كونكشن ما بين السيرفر وما بين الكليان سايد. كمان لازم نتعلم الريجولار اكسبريشنز، ولازم نتعلم السيكوال انجكشنز عشان نشوف مشكلة حقن الداتابيز باكواد ضاره. فطبعا هيبقى في محاضرات متخصصه في الموضوع ده، هتبقى محاضره متخصصه عن الفاليديشن، وبعد كده هنطبقوها على المشروع كله بتاعنا. طبعا احنا هنطبق الفاليديشن بالذات، لو كنا نفتكر ان تاني محاضره كانت بتتكلم عن اليوزرز، فعشان النموذج بتاع اليوزرز كان كبير وفي داتا مختلفه كتير، في ايميل وفي موبايل وفي يوزر نيم، وفي ممكن اليوزر يكتب الاسم بتاعه بالعربي وممكن يكتب بالانجليش، ففي شغل كتير ولعب كتير. فلو اتعلمنا ازاي نعمل فاليديشن في الفورم بتاع الممبرشيب بتاع الاعضاء، خلاص نقدر نعمل فاليديشن لاي داتا تاني. فخلاص احنا نأجل خطوه الفاليديشن دلوقتي كاننا عملنا فاليديشن. دلوقتي بقى هنشوف هنتعامل مع الداتا دي ازاي. خلاص الداتا بتاعتنا اوريدي فاليديتد، عايزين نخزنوها. فاحنا هنقرر هنخزن ازاي، هنستخدم قاعده بيانات زي ماي سيكوال مثلا، ولا هنستخدم قاعده بيانات برضو سيكوال لايت، ولا هنستخدم ملفات نخزن في ملف تكست. ولو هنخزن في ملف تكست هنكتب الداتا ازاي، هنكتبها على هيئه جيسون ولا هنكتبها على هيئه مثلا سيريالايزد داتا، ولا هنكتبها XML مثلا، ولا هنكتبها ازاي. طبعا قرار انك تختار انه داتابيز بالذات ده في محاضرة مخصوص ازاي نختار الداتابيز، وازاي كمان نعمل ديزاين للجدول بتاع الداتابيز. فمش دايما لما هتحب تعمل داتابيز يبقى على طول هتتعامل مع ماي سيكوال مثلا، مش شرط خالص. في بعض الداتا ممكن تخزنها ملف عادي، تحول الداتا لجيسون مثلا او XML وتخزنها في فايل عادي جدا مفيش مشكلة. في بعض الداتا ممكن تستخدم سيكوال لايت، مش مستاهلة ماي سيكوال. في داتا ممكن تستخدمها ماي سيكوال على طول. كل نوع من قواعد البيانات بيبقى ليه مميزات غير التاني، وكل نوع بيبقى ليه عيوب مش موجودة في التاني. فاختيارك لقاعدة البيانات ده محاضرة لوحده. انا معلش عطلت حوالي كام دقيقة كده عشان اتكلم عن اختيار قاعدة البيانات ده، عشان امهد للدرس بتاع اختيار وتصميم قواعد البيانات. ده هيبقى درس مستقل بذاته لوحده. دلوقتي احنا مثلا استقرينا ان احنا نستخدم ماي سيكوال، فهنبدا دلوقتي نتعامل مع ماي سيكوال. قلنا ان ماي سيكوال دي في بي اتش بي في نوعين من اكستنشن بيتعاملوا مع ماي سيكوال. النوع الاولاني اسمه ماي سيكوال، ده بيتعامل مع برنامج ماي سيكوال اللي هو بيتعامل مع قاعده البيانات اللي اسمها ماي سيكوال. وفي اكستنشن تاني اسمه ماي سيكوال برضو بس بتزود له اي، ده برضو بيتعامل مع قاعده البيانات اللي اسمها ماي سيكوال. يعني انت في الحالتين بتتعامل مع ماي سيكوال. لما اقول ماي سيكوال يعني انت بتتعامل مع قاعده بيانات من النوع ماي سيكوال، سواء بتستخدم ماي سيكوال بس او ماي سيكوال اي. طيب في بي اتش بي على طول بنستخدم ماي سيكوال اي، مش لازم تعرف الفرق ما بينهم، بس ماي سيكوال اي هي متطوره شويه عن ماي سيكوال، هما الاثنين واحد بس ماي سيكوال اي بتتعامل بطريقه متطوره اكتر. يبقى انا جوه البي اتش بي مش هتعامل غير بماي سيكوال اي. طيب ماي سيكوال اي نفسها بتتعامل بطريقتين. الطريقه الاولى يعني مثلا لو حبيت اعمل كويري بعمل كده فانكشن او داله وبحط جواها اللينك بتاع الداتابيز بتاعي، اللي هو اللينك بتاع الداتابيز اللي انا عملت بريك كرييت للداتابيز. او بتعامل بستايل تاني ان انا بقول له دي بي اللي هو الاوبجكت بتاعي، بتعامل بنظام الاوبجكت وبعدين اقول له تعمل كويري كده. الاثنين واحد والاثنين هيادوا نفس الغرض. احنا هنستخدم الاوبجكت ستايل اللي هو ده، يعني هنعمل اوبجكت من كلاس اسمه ماي سيكوال اي وهنبدا نستعمل الفانكشنز بتاعته. طيب يلا ننشئ بقى الاوبجكت بتاع ماي سيكوال اي. احنا طبعا عارفين بننشئ الاوبجكت، بدي له اسم الاوبجكت، طبعا ده اسم انا اللي بختاره، اي اسم انت عايزه، وليكن دي بي اختصار للداتابيز، بيساوي نيو ماي سيكوال. طبعا عشان انا هتعامل بماي سيكوال اي فاقول له ايه نيو ماي سيكوال اي، وبدي له البارامترز بتاعتي. طبعا الجزء ده الكود ده هو كود
خاص بانشاء اوبجكت او الكلاسز. يعني ارجع لدرس الكلاسز في البي اتش بي هتعرف يعني ايه اللي احنا بنقوله ده، يعني ايه اوبجكت ويعني ايه كلاس ويعني ايه كلمه نيو ديت. المهم بعد لما ترجع من درس الكلاسز في البي اتش بي لو انت ما كنتش درسته، هندي لقاعده البيانات ديت ثلاثه بارامترز. البارامتر الاولاني هو الداتابيز. كلمه لوكال هوست مش عشان احنا بنتعامل في اللوكال، يعني مش عشان احنا بنتعامل مع اللوكال هوست، لا، حتى لو انت رفعت السكريبت بتاعك لسيرفر حقيقي برضه هتكتب كلمه لوكال هوست. لوكال هوست دي معناها قاعده البيانات اللي موجوده في نفس السيرفر اللي عليه السكريبت بتاعك. طيب لو بتتعامل مع قاعده بيانات بعيده بنظام الريموت داتابيز، هتدخل الاي بي بتاع الداتابيز اللي هي على السيرفر التاني. فاحنا دايما هنكتب اول بارامتر ده لوكال هوست. البارامتر التاني هو اليوزر نيم والباسورد، اللي انت اصلا لو انت بتتعامل مع سيرفر حقيقي هتنشئهم، او الشخص اللي انت او الشركه اللي انت حجزت عندهم سيرفر او حجزت عندهم في بي اس او حجزت عندهم هوست او وات ايفر انت عملت ايه، هيدوا لك الداتا بتاعت اليوزر نيم والباسورد. لو انت بتشتغل لوكالي يعني زي ما احنا بنعمل دلوقتي زي مثلا برنامج زم، فبيبقى اليوزر نيم بيبقى روت والباسورد بيبقى فاضي، مفيش حاجه، الباسورد مفيش. بعض البرامج بيبقى الباسورد 1 2 3 مثلا او من 1 ل6 او وات ايفر ايه. هنبدا دلوقتي نعمل انسرت لقاعده البيانات. عشان نعمل انسرت او ابديت او سيلكت او اي كويري بنستخدم الفانكشن اللي اسمها كويري، فبنقول دي بي كويري على طول. خلي الفانكشن دي في دماغك عشان دي اللي دايما هنستخدمها. هنقول انسرت انتو، طبعا احنا كنا اوريدي انشانا قاعده البيانات في الملف اللي اسمه انستول. لو ادينا بص عليه كده هنشوف جدول البلوج ده كان فيه اي دي ده ثابت خلاص، وتايتل واباوت والاونر بتاع البلوج بتاعي. فانا هعمل انسرت انتو بلوج اسم الجدول بتاعي بلوج واقول له ست. طبعا احنا قلنا ان في طريقتين لعمل الانسرت او في اتنين ستايل لعمل الانسرت. الستايل الاولاني اللي الناس كلها متعوده عليه اللي هو بيقول له انسرت في الكولم رقم 1 والكولم 2 والكولم 3 ما بين قوسين كده، وبعدين يقول له فاليوز ويفتح قوسين تانيين ويقول له ويدخل له الفاليو بتاعتنا. احنا مش هنستخدم الطريقه دي، احنا هنستخدم الطريقه اللي انا هقول لك عليها دلوقتي اللي هي طريقه الست، ودي انا اتكلمت عنها بالتفصيل عن الطريقتين وكتبتهم بالتفصيل كده في المحاضره الاولى وكمان في المحاضره الثانيه. المحاضره دي بقى خلاص احنا المفروض عرفنا ان خلاص في طريقتين، فانا نوهت بس عنها كده. والمحاضره الجايه مش هجيب سيره الطريقه الاولانيه دي خالص، خلاص مش هنستخدمها اصلا. احنا هنستخدم الطريقه دي، هنكتب ست وبعد كده نكتب كي يساوي فاليو. كي يساوي فاليو يعني اسم الكولم يساوي الفاليو اللي انا عايزه. انا عندي اول حاجه في الجدول هي الاي دي. الاي دي ما بتدخلهاش اصلا عشان هي اوتوماتيك، انا بقول له اوتو انكريمنت يبقى هي بتنشا اوتوماتيك. ادخل على بعده التايتل، فهقول له سيت تايتل يساوي، وعشان التايتل ده سترينج يعني فيه حروف فبحط ما بين قوسين اللي هما الدبل كوتيشن على اساس ان الكويري نفسه معمول حواليه سنجل كوتيشن. يعني اول ما قلت كويري رحت فاتح سنجل كوتيشن جوه بقى الماي سيكوال نفسه بستخدم الدبل كوتيشن. التايتل ده المفروض ان انا هكتب جواه التايتل بتاع المدونه، يعني مثلا ماي فيرست بلوج. طيب كده يبقى انا دخلت الفاليو بتاع التايتل بتاعي اللي هو التايتل اللي انا عايزه للبلوج. طيب لو التايتل ده انا عايز اجيبه من متغير فبعمل ايه؟ هشيل الكلام ده وهرجع ادخل في البي اتش بي مود، يعني هعمل هوقف السترنج بتاعي اللي هو سنجل كوتيشن كده، وبعدين احط اتنين دوت وبعدين اكتب المتغير بتاعي. طب المتغير بتاعي عباره عن ايه؟ عباره عن بوست اللي اسمه تايتل اللي هو البوست ده. هنا المفروض ان انا عندي تايتل اهو واقول له ان النيم بتاعي بيساوي تايتل. طبعا البوست ده المصفوفه بوست دي ارجع لدرس النماذج او الفورمز في البي اتش بي، او ارجع للدرس الاول في نفس الدوره ديت. في الدرس الاول انا شرحت موضوع البوست وشرحت موضوع التعامل مع النماذج بالتفصيل. في دوره البي اتش بي نفسها كورس البي اتش بي الاكواد بقى بتاعت البي اتش بي، في درس النماذج هتلاقي بالتفصيل الممل الاري اللي اسمها بوست والاري اللي اسمها جيت. تمام؟ طيب ايه بقى اللي انا عملته هنا؟ ايه الاكواز دي كلها؟ هشرحها تاني كده. انا قلت له تايتل بيساوي ورحت فاتح القوسين بتوع ماي سيكوال. طيب عشان انا هكتب متغير بي اتش بي يبقى لازم اطلع بره
الاقواس دي يعني لازم اعمل ستوب للاقواس، ان انا حطيت قوسين كده عشان اعمل كونكاتونيشن، وبعدين حطيت النقطتين بتوع كونكاتونيشن. كونكاتونيشن يعني بربط ما بين متغير وسترينج، او ما بين متغير ومتغير اخر، تمام. وبعدين بكتب بوست اوف تايتل. ايه البوست ده؟ اللي هو الاري اللي بيبقى فيها كل الداتا اللي بتيجي من الفورم اللي هو تحت ده. هقول له و عايز اقول له الاباوت بيساوي البوست اوف اباوت اللي هو اللي هيجي من الخانه دي. هقول له و اباوت بيساوي، يلا خلاص احنا بقى عارفين ان احنا هنفتح دبل كوتيشن وبعدين جواهم سنجل كوتيشن عشان هكتب متغير بي اتش بي وبعدين النقطتين بتوع كونكاتونيشن، وبعدين اقول له بوست اوف اباوت، تمام. طبعا انا هنا في الفورم في الاتش اتش تي ام ال نفسه كنت استخدمت ليبل، وقلنا ان انا مش هشغل بالي بالستايل بتاع الليبل دلوقتي على اساس ان انا اقدر اتحكم فيه براحتي. هنا مثلا هقول له فوتو او ايميج او اي حاجه، خلاص اوريدي في ليبل بس كده. طبعا ما فيش ستايل لسه. لو بصينا في الانستول هنلاقي ديتيلز، هنا في الجدول بتاع البلوك اي دي وتايتل، خلاص اباوت اونر، يبقى الاونر ده لازم ادخله هنا. اونر بيساوي، يلا بينا هنكتب متغير. طالما هكتب متغير يبقى هعمل نظام الكونكاتينيشن ده، والمتغير بتاعي اللي هو هيبقى اليوزر اي دي. يوزر اي دي، طبعا اليوزر اي دي ده بقى انا بجيبه منين؟ اليوزر اي دي ده انا ببقى مخزنه في السيجنز. لو نفتكر في المحاضره الثانيه اللي كنا بنتكلم فيها عن اليوزرز، نبص كده في المحاضره الثانيه، كنت بستخدم السيجنز، فكنت بقول ان انا هخزن السيجن بتاع الاي دي بتاعي، اليوزر اي دي هخزنه جوه سيجن اسمه اي دي. نرجع للمحاضره الثانيه عشان نفتكر ايه السيجنز مع بعض. دلوقتي انا هستخدمه، يبقى اليوزر اي دي بتاعي هو عباره عن السيجن اوف اي دي، ماشي. انا هقسم بس السطر كده نصين عشان نبقى شايفين، هو المفروض سطر واحد بس انا قسمته نصين عشان انا مصغر الشاشه شويه عشان الخط يطلع واضح للناس، تمام. انا جيت هنا قلت له اونر يساوي، عايز اقول له رقم اليوزر الحالي، يعني هو ده الشخص اللي انشا البلوج، الشخص اللي دلوقتي مسجل دخول او السيجن اي دي بتاعه ده هو ده اللي عمل البلوج، يبقى انا هقول له الاونر بتاع البلوج يساوي سيجن اوف اي دي. طيب ايه تاني موجود في انستول هنا؟ مفيش حاجه تاني. طيب لما نبص في ال، خلاص انا كده خلصت الكويري. لما نبص في ال HTML الفورم HTML هنا هلاقي التايتل خلاص خزنته، الاباوت خلاص خزنته، الاونر انا مش محتاجه من الفورم لان ده بيبقى رقم متخزن في السيجن، مش محتاج ان انا اقول له لو سمحت دخل الاي دي بتاعك. كمان في خانه اسمها ايمج، يبقى انا محتاج اخزن الايمج. طب اخزن الايمج ازاي؟ نصيحه كده، قاعده بالنسبه لنا دايما هنستخدمها، انا ما بخزنش صور في قاعده البيانات نهائيا، ما بخزنش صور في قاعده البيانات نهائيا، تمام. عشان دي حاجه كده منتشره زي الفيروس كده منتشر، معرفش ليه كل المبرمجين بيخزنوا الصور في قاعده البيانات. لا احنا ما بنعملش كده، احنا عشان نخزن الصور هنخزنها في ملف في فايل. هيبقى عندنا درس زي ما قلنا قبل كده هيتعامل مع الصور، درسين بيتعاملوا مع الصور. الدرس الاولاني هيبقى اسمه ابلود، ده بيتعامل ان انا ازاي برفع الصوره عن طريق فورم، يعني بختار صوره وبعد كده برفعها للسيرفر. درس تاني هيبقى بيتكلم عن التعامل بقى مع الصوره نفسها، مع كتابه الجي ال، يبقى ازاي بعمل مثلا تلاعب بالصوره، ازاي بضيف لوجو، ازاي بعمل ريسايز للصوره. دول درسين منفصلين. الدرس الاولاني ازاي بعمل ابلود للصوره بحالها، الدرس الثاني وطبعا بعمل ابلود وازاي بعمل فاليديشن للصوره كمان، وبتاكد ان الملف اللي مرفوع عندي ده صوره مش ملف تاني، مش فيروس مثلا او اي حاجه. الدرس الثاني هنتعلم فيه ازاي نتلاعب او نتعامل مع الصوره. عشان كده دلوقتي انا مش هتكلم في موضوع الصوره دي، انا هفترض ان انا خلاص خزنت صوره، بس هتكلم شفوي كده ازاي هخزن الصوره. انا عندي حاجه من الاثنين، هيبقى عندي فولدر اسمه مثلا البلوجز، الفولدر ده مثلا هتحطه جواه فولدر تاني هيكون نفس رقم البلوج مثلا او وات ايفر، هخزن جواه الصوره. الصوره دي ممكن كاقتراح كده اخزنها بنفس اسم البلوج، يعني البلوج مثلا هيكون رقمه، انا عندي فانكشن كده في ماي سيكوال بقول له ان الاي دي بتاعي بيساوي دي بي اللي هو اسم الاوبجكت بتاعي اوف اي دي او لاست اي دي او وات ايفر كده، تمام. يبقى انا كده ايه بقى عندي الاي دي بتاع اخر عمليه انسرت حصلت، تمام.
فباجي هنا اخزن بقى الصوره دي، يكون اسمها بعمل لها رينيم، يكون بنفس اسم الاي دي دوت جي بي جي، الاي دي اللي هو الاي دي بتاع البلوج. دي فكره. الفكره الثانيه ان انا بخزن الصوره عادي بنفس اسمها، بس باجي هنا اعمل خانه كمان واقول له ان الايمج بتاعتي يساوي، وادي له هنا اسم الصوره اللي انا مخزنها، اقول له هنا الفوتو نيم. تمام. طبعا الافضل ان انا ايه اسيب الكلام ده واخزن الصوره بنفس الاي دي بتاع البلوج. طبعا ما ننساش ان انا لازم اتاكد من كل حاجه حصلت ولا لا، فهقول له مثلا ان السيف او الانسرت ده او الكرييت ده او اي متغير حصل بيساوي الكلام ده، فهقول له هنا if insert، لو حصل insert هبدا هنا اقول له ان الداتابيز اوكي تم انشائها، حد مثلا اعمل له ريدايركشن للبلوج اقول له مبروك البلوج بتاعتك تم انشائها مثلا، او اعمل له ريدايركشن اوديه بقى على البلوج عشان يبدا يحط بوستات او يحط توبكس، ابدا اظهر له رساله اوكي، ابدا ارفع بقى الصوره، يعني خلاص انا انشات البلوج فابدا ارفع الصوره، ابدا اقول له ان الاي دي بيساوي كذا وان الفوتو بقى هعملها ابلود. يبقى انا هنا في الخطوه دي هعمل ابلود للصوره، بس انا مش هعمل ابلود الا لما اتاكد ان تم عمل انسرت ل او تم عمل كرييشن للبلوج. هنا ده لو حصل انسرت، ايلس لو ما حصلش انسرت هبدا اظهر له رساله خطا، مثلا اقول له ايكو مثلا ايه حصل ايرور مثلا، او اي حاجه اي رساله ايرور انت عايز تعملها. طبعا هتكتبها بال HTML وتعمل لها ستايل مفيش مشكله، تعمل لها مثلا باك جراوند بتاعها يكون لونه احمر، او تبقى مكتوبه بالخط بالاحمر كده بالعريض وتقول ان حصل ايرور مثلا او وات ايفر. هتعمل ايه كده؟ المفروض ان انا خلصت الدرس، لكن ما ننساش ان في شويه حاجات مهمه بالنسبه لنا لازم نتعلمها، هي الفاليديشن ده هيبقى درس مستقل بذاته، الابلود ده درس مستقل بذاته، التعامل مع الفوتوز ده درس مستقل بذاته. عايزين نتعامل اكتر مع قاعده البيانات. احنا دلوقتي خلاص بقى بنعمل اي حاجه في قاعده البيانات، بنعمل انسرت، بنعمل اتعلمنا قبل كده ازاي نعمل ابديت، ازاي نعمل سيلكت، وهنتعلم كمان الدرس الجاي اكتر ازاي نعمل سيلكت في قاعده البيانات، بس عايزين نتعامل اكتر مع قاعده البيانات، عايزين نشوفه. يعني في بعض الحاجات بتبقى كويسه لكن في حاجات بتبقى احسن، في حاجات المفروض نتجنبها، ازاي نتعامل مع الكاش سيستم، او ازاي ما نرهقش قاعده البيانات قوي، ازاي نطلع من قاعده البيانات ونخزن في ملف مؤقت، نخلي بالنا من موضوع السيكوال انجكشن، نخلي بالنا من ممكن الداتابيز بتاعتنا يعني من ناحيه السكيورتي بتاع قاعده البيانات. فعايزين درس اكتر عن قاعده البيانات. عمليا كعملي احنا اوريدي خلاص دلوقتي بقينا بنعرف نتعامل مع قاعده البيانات كويس جدا مفيش مشكله، لكن في دروس هتبقى بتتكلم عن السكيورتي بتاع قاعده البيانات، في دروس هتبقى بتتكلم عن يعني حاجات ادفانسد شويه في قاعده البيانات، في دروس هتتكلم عن الصور، في دروس هتتكلم عن الفاليديشن، في دروس يعني هنتكلم عن شويه حاجات احنا كنا سقطناها اثناء الكورس. عشان اركز بس في الحاجات العمليه، يعني انا مركز دلوقتي ان انت تكون بتعرف تنشئ موقع. بعد ما نخلص الكلام ده هم تقريبا الاربع دروس دول خلاص احنا بقت بتنشئ اربع موقع، هم الثلاث دروس دول والدرس الرابع اللي هو الجاي، يعني باعتبار ان هو الدرس الاول والثاني، الدرس الاول كان الانستول، الدرس الثاني كان اليوزرز، الدرس الثالث هو كان مراجعه على الدرسين اللي فاتوا، الدرس الرابع اللي هو دلوقتي ده اتعلمنا ازاي نتعامل مع النماذج سواء بال HTML او ان احنا نخزن النماذج. يعني انا اعتقد ان ما كانش فيه جديد في الدرس ده، لكن دلوقتي خلاص الموضوع بالنسبه لنا بقى حاجه تافهه جدا، حاجه سهله. الدرس الجاي برضو هتلاقي الموضوع سهل جدا، انا مجرد بعمل سيلكت من قاعده البيانات، احنا اوريدي عملنا سيلكت قبل كده من قاعده البيانات. من اول بقى الدرس اللي بعده هندخل بقى في نظام الادفانسد، يعني هنتعامل بقى احنا مش مجرد بنتعلم برمجه خلاص، احنا بقينا اوريدي مبرمجين. هنتعلم بقى ازاي نركز كده في شويه حاجات وازاي نخلي بالنا منها، الحاجات دي رغم انها بسيطه بس قاتله. من الدرس اللي بعد الجاي، الدرس الجاي برضو هنتكلم بالراحه بقى احنا مبتدئين لسه، من الدرس اللي بعد الجاي هنتكلم بقى يعني كلام صاروخي شويه، يعني خلاص انت مبرمج، انت قدامي مبرمج، مش هحاول بقى اتعامل معاك بالراحه وهحاول اشرح كل حاجه كده مره واثنين وثلاثه، لا هبدا اتكلم مثلا عن حاجات متقدمه، هقول لك لو سمحت قبل ما تدخل الدرس ده راجع لي على الدرس الفلاني والدرس العلاني، راجع لي على الكود الفلاني، راجع لي على الفانكشن الفلانيه. خلاص انت عارف ان انت عندك لغايه دلوقتي كورسين، كورس بيتكلم عن الريفرنس، يعني لما احب اقول لك راجع لي على الفانكشن الفلانيه او على الكود الفلاني هتدخل على الكورس بتاع الريفرنس،
هتراجع الفانكشن او الكود او الكلاس اللي انا هطلب منك تراجعه. كمان لو طلبت منك تراجع حاجه في درس عملي، خلاص انت عارف الكورس العملي اللي هو مكون من 4 أو 5 دروس، احتمال اعمل درس سادس يبقى مراجعه على الدوره كلها. ده بالنسبه للجزء الاول من الدوره اللي هو البيزك. حطوا منك تراجع على درس معين او على جزء معين من الدرس، وبعد كده نبدا نتكلم. هيبقى الدرس ادفانسد، فالدرس الادفانسد ده انا مش هراجع مره واثنين وثلاثه او هشرح بالراحه، لا انا هشرح بسرعه خلاص، شخص بروفيشنال المفروض ان هو قاعد قدامي. بعد كده بقى هنبدأ نقسم الكورس بتاعنا زي ما اتكلمنا في أول مرة. نبدأ نتكلم مثلا على الأداء والبرفورمانس، هنبدأ نتكلم على نظام السيو، هنبدأ نتكلم على الكونتنت نفسه، ازاي نعمل أناليسيز للكونتنت، ازاي هنتكلم عن مثلا عن الأكواد نفسها، أكواد الجافا سكريبت وأكواد البي اتش بي وتأثير كل كود. هنبدأ نتكلم عن سرعة الموقع، هنبدأ نتكلم على حاجات بقى ملهاش علاقة بالموقع نفسه زي او بالسكريبت نفسه، زي الحاجات بقى اللي لها علاقة بالسيرفر اكتر. هنبدأ كل مرة ايه نحترف او ندخل في حاجة متقدمة تكون جديدة علينا. نشوفكم بقى ان شاء الله الدرس الجاي. درس النهاردة بسيط جدا زي ما انتم شايفين، هو مكون من جزئين. الجزء الاولاني هو الفورم بال HTML، وعملنا فورم بسيط جدا 5 6 سطور بس. الجزء الثاني اللي احنا خدناه النهارده دلوقتي هو ازاي نعمل تخزين او ستور لقاعده البيانات بتاعتنا، مع العلم ان في درس مخصوص هيبقى عن اختيار قاعده البيانات وعن تصميم الجداول والفرق ما بين قواعد البيانات وانواعها، الفرق ما بين ماي سيكوال وبي دي او، ازاي امتى نخزن في ملف فايل عادي تكست عادي، ازاي امتى نخزن في قاعده بيانات كامله. اشوفكم بقى ان شاء الله الدروس الجايه، والسلام عليكم ورحمه الله.